يشتهر طبق البايلا عالمياً، يصنف كواحد من ألذ الأطباق في أوروبا، ويتهافت على أكله كل من يزور إسبانيا تحديداً. إلا أن هذا الطبق الشهير هو من أصول أندلسية، وحتى كلمة بايلا التي لا تغيب أبداً عن المطاعم الأوروبية هي كلمة عربية، حيث أن هذه الكلمة مشتقة من كلمة بقايا، فبايلا هي البقايا. ويرجع سبب هذه التسمية إلى أن ملوك وأمراء الأندلس كانوا يأكلون في قصورهم كل ما تشتهي الأنفس مثل السمك واللحم والدجاج والأرز، وكان الفقراء الذين يعملون في القصر يجمعون ما تبقى من الأكل ويأخذونه إلى منازلهم ليعدوا به وجبة يخلطون فيها الأرز بالسمك والدجاج واللحم، ويضيفون أيضا بقايا الخضروات من البازلاء والطماطم والجزر والفلفل. وهكذا فإن هذا الطبق مكون من البقايا لتتحول هذه الكلمة إلى بايلا. تعود الناس على هذه الأكلة وبدأوا يتفننون فيها لتصبح شيئا فشيئا طبقا فاخرا لا يقدر عليه الفقراء. ويقال أن أحد الحكام الأندلسيين دخل مرة إلى المطبخ فوجد الخدم يتناولون طعامهم، فتذوقه ووجده لذيذا وسألهم عن اسم الأكلة، فقالوا له إنها مجرد بقايا. ومنذ ذلك الوقت أصبح الحاكم الأندلسي يطلب من الطباخين أن يعدوا له الطبق نفسه. وحقيقة فإن هذا الطبق يعتبر من ألذ الأطباق، وشخصيا فإنه طبقي المفضل بعد الكسكسي التونسي. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.